اغتيال رئيس الجمهوريه هو امر خطير جدا لم يعرف على التونسيين، طباع التونسيين اصلا المسالمه ما خموش قبل حتى في تاريخهم في حاجه مثل هذه، بل الدوله هي من استهدفت رموزها في التاريخ. نتفكر واستهداف بورقيبه مثال احمد بن صالح احد رموز الدوله التونسيه، صالح بن يوسف الى اخره. اذا الدوله كانت تستهدف رموزها، المجتمع لم يستهدف رموزه تقريبا طوال تاريخ الدوله التونسيه. شكرا على الاستضافة. ولو أن القناة تأخرت شوية في الحديث عن الموضوع لأنه جاء في آخر أسبوع لأنه السبت، لأنه الأجهزة الأمنية معناتها تحدثت عن أنه وقع القبض على داعشي ويتهيأ لعملية ما، وأنا في الحقيقة ما نوافقش معناتها الصديق معناتها في أنه يستهدف طيار سياسي. والرئيس تحدث عن محاولة اغتيال، أكيد عنده معلومات، تحدث عن ناس عندهم خلفية إسلامية، داعش عندها خلفية إسلامية، الإرهابيين معناتها عندهم خلفية إسلامية ودينية إن صح التعبير. بالتالي أنا لا أعتقد أنه يستهدف طيارا سياسيا يمارس السياسة في تونس، هذه قناعات. بل أكثر من ذلك لا أعتقد أنه يحمل عداء هكذا، ولكن طبعا أن يتحدث الرئيس عن محاولة اغتيال فعلا هو حديث غير عادي، ولا بد أن تأخذه وأكيد أخذته الجهات الأمنية ما أخذ الجد، وعندها كل الإمكانيات باش تحقق في الموضوع هذا. وانا شخصيا لا اعتقد ان هناك تيار سياسي يقف وراء ما يسمى بمحاولة التغيير. وشكر توافقنيش ان ربما شيطانة الخصوم، صناعة الاعداء وتشويه الاخر هي مرحلة من مراحل ربما تفعيل اي انقلاب يصير، معناها تقريبا هذه اليات معروفة اليوم انه نصنع عدو لتحشيد الأنصار تجاه هذا العدو لاستهدافه وتصفيته. شوف أنا مثلما أعتبر أن رئيس الجمهورية المساس برئيس الجمهورية خط أحمر، الوحدة الوطنية أيضا خط أحمر، إدخال البلاد في مسار عنفي هذا كل معناتها خط أحمر بالنسبة لي أنا كشخص. أعتقد أن الرئيس قد ينطق بكلام من خلال تقارير أمنية مع تأتي، وعلى الجهات الأمنية أن توضح للشعب، لأنه فعلا رئيس الجمهورية هذا ما لا يخفى على أحد، باش ما نقعدش نزين في المشهد، رئيس الجمهورية قال كلام خطير صحيح أنه محاولة اغتيال رئيس الدولة مش مسألة هينة، على الأجهزة الأمنية أن توضح ذلك. ولكن في اعتقادي صدمة الكلام هذايا، خاصة وأنه كما قلت أنت وقعت أعلنت رئاسة الجمهورية على محاولة اغتيال من خلال الظرف، وأعلنت من خلال، بالتالي معناتها وكأننا اعتدنا على مثل هذا هذه التصريحات. يعني أمل أن هذه التصريحات ليست وراءها محاولة لخلق عدو أو خصم سياسي، أنا لا أعتقد ذلك إلى حد الآن، لا أعتقد ذلك، لأني نعرف موقف الرئيس حتى من الخصم السياسي، وهو ليس خصم الذي له مرجع سياسي، وهو الحزب الأكبر، لا أعتقد ذلك. وحتى الحزب الذي له مرجع إسلامية كان عبر في بيان واضح، أنا قريته شخصيا، كان عبر على مساندة للجمهورية وعلى التحقيق، وقيادات عبرت عن ذلك، وبالتالي معناتها هو سليم.